صباح النور. الحمد لله. انت من لبنان؟ لا، فلسطين. من فلسطين. شو خلمك؟ شو خلمك في الدنيا؟ بدك مصاري، بدك دولارات، بدك ولا بدي مصاري؟ اللي بقدره ربنا. خلمك؟ شو خلمك؟ حلم اني اطلع من الحياة هاي واروح على بلد ثاني وفلسطين. نعم، شغيل أنا هون. أوضاع صعبة، إشي غالي، ما في يعني. اليوم اللي بروح أحسن من اللي بيجي، أحسن اليوم أحسن من بكرة. أرجع لبلادي، لأرض البور، بس اللي بسموها أرض بور. ما في بس كلمة تانية؟ الكلمة الثانية أدعو كل شعوب العالم إنه على الأقل يعطونا دولتنا وعاصمتنا، نعيش زي باقي شعوب العالم. أهلي قرايبي كليتهم بفلسطين، يعني موجودين برام الله، بأريحة، بير السبع، بكل مدن فلسطين. يعني الهجرة عمت الكل والهجرة شتت الكل، يعني فصار لنا وجود بكل مكان. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بمخيم البقاع. مع السلامة. واحنا شبابك فلسطين، واحنا شبابك فلسطين، واحنا شبابك فلسطين. والنعم والنعم كان، والنعم والنعم كان، والنعم والنعم كان، والنعم والنعم. ستة أولاد، ستة أولاد في غزة. إحنا أربع بنات، خمسة. ميلاد هون بدل؟ لا لا لا، كله غزة. كله في السبع، من السبع على غزة. إحنا مهاجرين من السبع، رحنا على غزة، ومن غزة من 68 إجينا على الأردن. بكام سنة؟ بكام؟ 42 سنة إلها. بعدين في مصر في معبر خندق، أنفاق، الأنفاق يفوتوا داخل جوا، في النفق وفي على المعبر، في على المعبر باسبور خطر، معبر رفح مصر، وفي على النفق يفوت. إحنا ما في فوت، ما في مشا، ما في نفق تحت الأرض. كويس؟ بالأرض. ما يشوف كويس. ممنوع، مش خاف يجي إسرائيل اخبط، يصير في أنت في موت تحت. لا، معبر ما في، معبر أول ما في، ممنوع. إحنا جواز أردني ممنوع، غير يكون معك جواز سلطة. بس هون كثير ناس، كله هذا مخيم ما عندي جواز. في مع جواز وفي ما مع جواز. صوروا مش كل الناس معهم جواز. إحنا شبابك فلسطين، وإحنا شبابك فلسطين، وإحنا شبابك فلسطين. والنعم والنعم كان، والنعم والنعم كان، والنعم والنعم كان. وعلى المقلعة المقلعة، وعلى المقلعة المقلعة، وعلى المقلعة.
أنا من فلسطين من غزة وأقطن لاجئ فلسطيني في مخيم البقعة، شردوني الصهاينة اليهود إلى مخيم البقعة. أنا أرضي فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر، حيفا يافا حتى ما تسمى بتل أبيب، هذه بلدي. نعم. شو حلمي؟ إلى بلادي فلسطين، حيفا ويافا وعكا وناصرة وبيسان والقدس، وليست عاصمة فلسطين في الضفة والقطاع، بل عاصمة فلسطين في كل أرجاء فلسطين، حتى ما تسمى بتل أبيب، هذه بلدي. أنت عندك حلمي ثاني؟ أنا حلمي الثاني أموت في أجواء فلسطين، وأنا أجاهد في سبيل الله في أرض فلسطين، هذا العدو الحاقد الصهيوني. صاخب ترجع فلسطين؟ ها؟ لا، مش صعب، إن الله وعدنا أن ترجع فلسطين ونقضي على الصهاينة في فلسطين بإذن الله تعالى. هذا الحاقد، هذا اللعين الذي خرجنا من بلادنا 70 سنة ونحن نسكن في الطين وفي المخيمات وفي كروت اللاجئين، هذه جريمة 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 على كل أعداء المسلمين وأعداء فلسطين كلها، وبعدها نعوض عن الذل والمهانة التي عشناها في هذا البلد، في هذا المخيم، عشناها في كل أرجاء العالم. الفلسطيني عاش ذلا ومهانة في كل أرجاء العالم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوجدوا وطنا لليهود والمغتصبين الصهاينة في فلسطين. هذه البلد الأردن بارك الله فيها، أعطتنا جوازات السفر حتى نعتاش منها حتى نرجع إلى بلادنا، هذا جواز فقط حتى الرجوع إلى البلد، لن نستغني عن البلد. لا تقولوا هذا جواز أردني وهذا جواز سوري، خلص توطننا. لا، لن نتوطن، لن ننسى أرض فلسطين، لن ننساها، وسنورثها، إذا متنا سنورثها إلى هؤلاء الأبناء حتى يرجعوها غصبا عنكم، عن الصهاينة وعن الأمريكان والغاصبين. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. حلمي وحلمي بتفسر، يوم قام كتلوا صدام حسين المصري والسوري، حلمت ان كلنا مروحين غربة رايحين عليكم. بس مش انا اصلا فلسطيني. من فلسطين؟ انت ميلاد فلسطين؟ لا لا، هانا ولدت هان، اهلي غاد. لا عادي انهم عايشين هانا وغاد، كل واحد يعني. انا اني من معشتش غاد عشان اشوف. واحنا شبابك فلسطين، واحنا شبابك فلسطين، واحنا شبابك فلسطين. اسمي فضيه. فضيه؟ جميل. جميل، تسلمي. جميل، تسلمي. انت من هون؟ انت من هون؟ انا من هون. ميلاد هون؟ كويس. حلمك؟ حلمي ارجع على بلدي، البلد، واموت هناك. زوجي؟ هذه الهرشة تبعتي. كمان مين فلسطين؟ كلها فلسطين. حلمك ثاني؟ لا، بس أموت هناك، ولا مشتهي إلا أموت هناك. أنا من فلسطين. من فلسطين؟ فلسطين. كم سنة؟ أنا زمان اللي هون، زمان زمان، 67 احنا هون. ما هو حلمي؟ حلمي بلادي، ان ارجع بلادي وهي زي العالم، هينا مشتتين مشردين. شو حلمنا؟ حلمنا ان نستقر ونعيش زي البشر زي العالم، الناس عايشه بلادها ومستوطنة ومتعايشين مرتاحين، احنا شوف حياتنا الحمد لله. فلسطين انا ريحه. ريحه. 40
تقريبا من 67 68 احنا هون. ميلاد كرامة في الغور. جينا من كرامة، احنا جينا من عرب 48 هجرة للكرامة من 48، من 8 الحرب الثانية 68 67 جينا هون وبعدنا هون. حلمي العودة ان شاء الله. عودي شو؟ عودي لفلسطين. نعم؟ ترجع فلسطين. ان شاء الله حلم نرجع فلسطين ان شاء الله. متزوج صاحب مخبز، حلمي انا ابقى عندي مخبز وانت معي كمان ان شاء الله. شكرا. والله الحياه مستمره والحمد لله، والله احنا عايشين الحمد لله. الحمد لله. ما هو حلمه إني أرجع القدس. أرجع القدس على درشرة، لأنه إحنا بالأصل من درشرة. مرحبا. أهلين. كيف اسمك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت اسمك؟ محمد. محمد. ليث. شو خيمك؟ إني شو مخيمي فلسطيني، وأنا كمان فلسطيني. حلم الثاني اني ارجع فلسطين، هاي فلسطين بلدي ومش راح اتركها، مش راح استغني عنها. انا فلسطين. انت مين الادخان؟ لا للحل السلمي لا، لا للحل السلمي لا، ونعم للبندقية.